أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع زيادة عدد الكركات العاملة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه إلى 9 كركات. وخلال تفقده لحركة الملاحة أشار ربيع إلى أن وتيرة العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى متسارعة في ظل زيادة عدد الكركات العاملة في المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ارتفع صافي قيمة الدخل الزراعي لمصر بنسبة 5.1% ليسجل نحو 364 مليار و600 مليون جنيه عام 2019-2020. وكشفت بيانات الإنتاج الزراعي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قيمة الإنتاج النباتي حيث بلغت نحو 321 مليار و800 مليون جنيه عام 2019-2020 مقابل 286 مليار و100 مليون جنيه عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 12.4%. كما بلغت قيمة الإنتاج الحيواني نحو 210 مليارات و500 مليون جنيه بزيادة بلغت نسبتها 12.5%. وإلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 602 مليار و974 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 8772 نقطة وأغلق عند مستوى 8867 نقطة مرتفعا بنسبة 1.8%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1696 نقطة وأغلق عند مستوى 1725 نقطة مرتفعا بنسبة 1.71%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2484 نقطة ليغلق عند مستوى 2527 نقطة مرتفعا بنسبة 1.71%. إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و84 قرشا للشراء و18 جنيه و92 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و9 قروش للشراء و19 جنيه و18 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و55 قرشا للشراء و22 جنيه و66 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و13 قرشا للشراء و5 جنيهات و15 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات وقرش للشراء و5 جنيهات و4 قروش للبيع. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار قليلا ليصل إلى 1719 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 840 جنيه، أما عيار الذهب 21 وصل سعره إلى 980 جنيه وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار الذهب 24 وصل سعره إلى 1120 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 7840 جنيه. تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها للجلسة اليوم بعد تقرير بأن شركة غازبروم الروسية أعلنت حالة القوة القاهرة على بعض إمدادات الغاز إلى أوروبا، ما أثار مخاوف حيال أزمة للطاقة في القاهرة أو في القارة. وقلص المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسبه ليغلق مرتفعا 9%، في حين أنهى المؤشر داكس الألماني جلسة التداول مرتفعا 7%. انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 14.4% حتى الآن هذا العام مع تضرره من مخاوف حيال تباطؤ النمو في الصين وسياسة نقدية متشددة من بنوك مركزية حول العالم وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع إذ عزز سعودي أسعار النفط المعنويات في المنطقة المنتجة للنفط وقاد المؤشر السعودي المكاسب. صعد المؤشر القياسي للأسهم السعودية بنسبة 2.3%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي 0.3%. ارتفع كذلك المؤشر الرئيسي للأسهم في أبو ظبي 0.1%، كما صعد المؤشر القطري 1% في ختام التداولات. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وحكمة الاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.